اهلا بكم. لقصة السيلندلا في المادة الفعالة لما يسمى بالمنشطات الجنسية الأكثر شهرة في العالم، قصة مثيرة جدا. هذه الأدوية، أدوية اللي هي موجودة بأسماء تجارية عديدة، كانت تستخدم أو كان تصنيعها في البداية للاستخدام للتعامل مع مشاكل الشريان التاجي، مشاكل الشريان التاجي القلبية. وكالعادة كانت وأيضا ضغط الدم المرتفع، كان في ما يسمى بأساليب علاجية معينة. معروف جدا أنه أي دواء في الدنيا بيتم اختباره الأول على عينة بنسموها احنا بنسميها احنا التجارب السريرية، اللي احنا بنعرف نشوف عينة بنجرب عليها الدواء لفترة معينة وبنلاحظ الأثار الجانبية. من ضمن الحاجات اللي اعتبرت في الوقت ده أثار جانبية وطلعت هي الأكشن دلوقتي اللي خلى الدواء يتباع كأغلى كأكثر دواء مبيعا في تاريخ البشرية، هو زيادة القدرة الجنسية. إن بدأت زيادة القدرة الجنسية تحصل، بدأ الدواء ده ينتشر جدا، والشركة المنتجة لهذا الدواء كسبت مبالغ مهولة تصل إلى أكثر من مليار دولار يمكن لغاية سنة أعتقد 2010 أو 2011. فالنتيجة اللي أنا عايز أقول لكم عليها إنه إحنا وصلنا إلى إنه هذا الدواء أصبح شديد الانتشار بأسماء تجارية كثيرة جدا كأسلوب علاجي للضعف الجنسي. لكن في حالات ممكن جدا ما تستجبش لهذه النوعية من الأدوية. السيلندلافيل، الفوسفودايستيريز إنهيبيتور، ده الأسامي العلمية ليها أو الشكل العلمي للأكشن بتاعه، بنسميهم إحنا ضعيف الاستجابة، ويقولوا على حالة ريفراكتوري غير قابلة للعلاج، رافضة للعلاج. أي حالة تديها دواها ما تستجبش نقول عليها احنا في الطب ريفراكتور. فالبور ريسبوندرز او ضعيفي او ضعيف الاستجابه دول كيف نتعامل معهم؟ حوار لاول مره نثيره من هذه المنطقه المهمه جدا في سلسله شديده الاحترافيه شديده التوضيح والتفصيل المنطقة الهامة في العلم اللي اسمها الضعف الجنسي. ضيفي العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الأستاذ الدكتور أحمد عادل، أهلا بك دكتور أحمد. أهلا دكتور عيني. الحقيقة ضعف الاستجابة قضية علمية خطيرة جدا. ما معنى ضعف الاستجابة؟ احنا ذكرنا قبل كده دكتور عيني في حلقات سابقة اللي احنا حاليا في الفترة الحالية دي بنسميها era of the poor responders أو عصر ضعيفي الاستجابة. واحنا زي ما اتكلمنا قبل كده ان المنشطات دي كلها بدأت بأواخر التسعينات، وصلنا لمرحله من الانتشار زي ما حضرتك ذكرت انها بقت patient to patient مش doctor to patient. يعني كانت قبل كده الدكتور هو اللي بيوصفها للمريض، احنا وصلنا لمرحله ان الصديق بيوصفها لصاحبه، زملاء العمل، الناس اللي قاعدين على القهاوي، وده كان بيلعب دور كبير في النتيجه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. هي وسيله رشوه على فكره. بالظبط كده، تعرف انها وسيله رشوه للاسف الشديد. فاحنا وصلنا لمرحله من الانتشار الضار. ليه؟ دايما في جمله انا باصر ان انا اؤكد عليها، الضعف الجنسي هو عرض لمرض. في بعض الأحيان وكل يوم في عياداتنا في مرضى بيكتشفوا إنها مرض إنهم مرضى سكر عندي وأنا دكتور أمراض ذكورة، في ناس بتكتشف إنها مرضى بارتفاع ضغط الدم عندي وأنا دكتور أمراض ذكورة، لأنهم بيتناسوا إنه في أحيان كثيرة بيكون الضعف الجنسي ده هو بداية أعراض مرض آخر. ده اللي بيخلي في ناس كتيرة جدا أول ما يبتدوا يحسوا بأي تغير في أدائهم يبدأوا يلجأوا لصيدلي قريب منهم، لصديقهم في العمل، أو حد قاعد معهم على قهوة. أعمل إيه؟ وبتبقى أسهل إجابة خد دي، خد دي. حتى وأنا بقولها دايما، لو جابت نتيجة دلوقتي حضرتك بعد شوية هتفقد هذه النتيجة. ليه؟ لأنك عالجت العرض مش المرض. أنت كأنك واحد عنده صداع بدل ما يدور على سببه خد مسكن، في الأول هيروح بعد شوية مش هيروح. ده اللي بيخلي واحد يبدأ، ودي الجملة الشهيرة ده هي ربع حباية، ما هي الربع ده بعد شوية هيبقى نص، هيبقى قرص. وبيجي لنا ناس وبدون أي مبالغة يا دكتور عيني، أربع حبيات في المرة، خمس حبيات في المرة، بقول له يا فندم أنت كده هتموت روحك. مش لأنه، ودي نقطة في غاية الأهمية، في يعني اعتقاد شائع جدا عند كل الناس الأدوية دي يا فندم بترفع الضغط خالص، هيك زي ما ذكرت بتؤدي إلى انخفاض بضغط الدم. أنت حضرتك تعرف في أدوية اللي فيها مركب النايتريت، هو ليه نايتريت كونتراندكيتد ما ينفعش يتاخد مع أدوية السيلدنافيل؟ بالظبط، لو أنا خدت دوايين بيوطوا الضغط هيعمل هبوط شديد في ضغط الدم. حضرتك لما تاخد خمس حبايات أنت بتعرض نفسك لهبوط شديد في ضغط الدم قد يؤدي إلى توقف عضلة القلب.
فبالتالي فكرة ان انت تبقى طبيب روحك او صاحبك هو طبيبك، ده اللي بيؤدي في النهاية على يعني احسن الفروض ان الحبات بطل تجيب نتيجة، اما كانش اخطر من كده. فهي دي اكبر مشكلة بنواجهها حاليا، فكرة انها بقت patient to patient، واحد بيدي لصاحبه واحد بيدي لصديقه. الأدوية الخاصة يعني لو احنا اطلقنا عليها، هي منشط جنسي ولا مقوي جنسي؟ اصل منشط دي ما تستوستيرون يعتبر هرمون، يعني الجلوتروفين ريليزنج هرمون ما يعتبر منشط. السؤال ده يا دكتور ايمن بقى غاية الأهمية. يجي المريض والاقي ان هو مثلا عنده فرصة انه يجيب نتيجة على علاج، وابدا اكتب له علاج اللي احنا نذكر بعد شوية ان هو مش بس حباية منشطة عند اللزوم، فالمهم ابدا اكتب له دواء بدون ذكر اسامي طبعا. الاقي بيقول ايه ده يا دكتور، ده ما هو منشط، انا مش عايز منشطات، انا عايز علاج. ودي فرصه ان احنا نوضح للناس يا جماعه هو يعني ايه منشط. منشط يعني بينشط الدوره الدمويه الضعيفه اللي احنا شخصنا، لان دي النقطه الاهم اللي بنتكلم عليها دايما، التشخيص واهميته، اللي اثبت ان انت عندك قصور في هذه الدوره. فبالتالي انا محتاج اديك دواء ينشط هذه الدوره، فهو اسمه منشط لانه ينشط هذه الدوره. ده مش معناه انه مش علاج، ما هو يا فندم ده علاج، انت مرضك قصور في دوره دمويه، حله دواء ينشط هذه الدوره. فمنشط ده مش معناه انه ده مش علاج، المنشط هو علاج، لكن على شرط اكون في البدايه شخصت حضرتك وجه القصور فين. هل هو وجه قصور في دوره دمويه، شرايين ولا اورده؟ هل في مشكله في نسيج القضيب؟ هل عندك نقص في الهرمونات ولا لا؟ لانه دايما ودي بيغفلها الكثيرون، ممكن تبقى مشكله حضرتك نقص في مستوى هرمون الذكوره، الدوره الدمويه عندك ما فيهاش اي حاجه، ويبقى حلك حاجه اسمها تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، وده بيخليك تتنقل من حال الى حال. فالفكره انه دايما التشخيص هو بيلعب الدور الاكبر، واللي بناء عليه انا بدي حضرتك علاج كامل يخص الهرمون لو كان في نقص، وساعات حتى لو كان مستواه طبيعي بنسميه له نورمال. ويمكن قدامنا دلوقتي صوره للتشخيص، ودي اتكلمنا عليها في حلقه سابقه، بيوضح انه دي صوره بتوضح تسريب وريدي، انه ضخ الدم جوه القضيب كويس، لكن للاسف ما بيقعدش فتره كبيره جوه القضيب وبيرتجع مره اخرى، فبيفقد المريض الانتصاب بتاعه. الحاجات دي في غايه الاهميه، لان دي عن طريقها هرسم خطه العلاج للمريض. هل هو فقط محتاج دواء عند اللزوم، ولا في حاجه ديلي دوزنج؟ يمكن بره دلوقتي يا دكتور ايمن بقى في ريكومنديشن عالميه بعد سن الأربعين، حتى لو ما فيش شكوى من ضعف جنسي، حتى لو ما فيش شكوى، بناخد 5 ميلي جرام تدلافيل، تدلافيل on daily basis كل يوم، حتى لو حضرتك ما ذكرتش ده برضو مشابه للسيلدنافيل ولا مشابه للسيلدنافيل، بس ليه مود اوف اكشن مختلف شويه، ان هو لونج اكتنج. فبناخد 5 يعني، السيلدنافيل معروف ان هو بيقعد 4 ساعات ل6 ساعات. لا، التدلافيل ده بيقعد 36 ساعه. فبالتالي بره دلوقتي بعد سن ال40 حتى لو ما اشتكتش من وجود ضعف، انا بديك 5 ملي جرام ديلي كل يوم كحاجه وقائيه. فبالتالي التشخيص مهم، هعرف بيوجه القصور فين واوجه علاجي ليه. عارفين ان لعيبه الكره في الدوري الانجليزي كتير منهم بياخد سيلندلافيل، بيحسن الاداء الرياضي بالظبط اون ديلي بيز. ده بقى ريكومنديشن عالمي دلوقتي للرياضه بقى، بس دي مش دعوه مننا ان حضرتك يلا بقى على اقرب صيدلي وناخد كل يوم. لا عشان قصه مختلفه. بالظبط، انا بتكلم على انه قد ايه سيف وقد ايه ليها استخدامات ثانيه كتير. بالظبط بالظبط كده. هيجي لك العيان عنده خلاص عدم استجابه زي ما انت قلت، طب هنعالجه ازاي؟ يعني خلاص انتهى، خبط في حيطه، ولا له اسلوب علاج تاني؟ تبدأ أولى خطوات العلاج بالتشخيص. حضرتك أنا هعمل لك مجموعة من الفحوصات، هنعرف بيها الوضع الحالي عندك إيه، وجه القصور جاي منين، ثم نبدأ خطوات العلاج بتاعتنا. وده يقودنا لنقطة مهمة جدا. في المرضى تيجي تقول بس أنا سمعتك يا دكتور بتقول إن العلاج 3 مراحل، حالة علاج دوائي، حالة حقن موضعي، وتدخلات جراحية. مش أنا اللي بحدد ومش المريض اللي بيحدد، ده بيتم في أضيق الحدود، لكن اللي بيحدد هو طبيعة الحالة، اللي بيحدد هو وجه القصور ودرجته. بمعنى في مجموعة فحوصات بنعملها، يمكن اتكلمنا قبل كده على فحص البينايل دوبلكس، وقلنا قد ايه هو مهم وقد ايه مهم انه يتعمل بايد خبيرة. ومشكلتنا الكبرى في هذا الفحص انه للاسف اغلب اللي بيعملوه مش فاهمينه، يعني خلينا نكتفي بكلمة مش فاهمينه يعني. فبالتالي الاهم هو ان انا اعمل لك مجموعة الفحوصات اللي هي مش بس كمان هرمون ذكورة، مجموعة هرمونات متكاملة، سكر، حتى لو انت مش مريض سكر لازم تحلل سكر. في مرضى بيكتشفوا عندي في العياده انهم مرضى سكر، وفحص الدوبلكس ده. بناء على هذه الفحوصات هقدر اقول بالظبط انت درجه الضعف اللي عندك ايه، ثم تبدا خطوه العلاج اللي جايه.
لو في فرصه لعلاج دوائي ما بيكونش مجرد قرص عند اللزوم، ده بيكون علاج دوائي كامل بنحفز بيه الدوره الدمويه، حاجات بناخدها كل يوم، حاجات بنحفز بيها مستوى الهرمون. في بعض الناس تقول طب افرض انا الهرمون عندي مش ناقص، هاخد برضه هرمون؟ اه طبعا، بس بدوز معين، بجرعه معينه، لانه في بعض الاحيان بيكون المريض الليفل بتاع الهرمون عنده طبيعي لكن محتاج اعلى شويه عشان نبدا نشوف اعراض اكلينيكيه احسن عن الموجود عنده. لكن طبعا مش كل الناس هتستجيب على العلاج الدوائي، فبالتالي بتوجد بقى المراحل الاخرى اللي اتكلمنا عليها اللي هي الحقن الموضعي او التدخلات الجراحيه. ويمكن احنا الحقن الموضعي اتكلمنا عليه قبل كده ومعانا الصور بالظبط كده وعندنا الصور الخاصه بيه. الحقن الموضعي حل مشاكل ناس كتيره يا دكتور ايمن. في ناس كتيره كانت فقدت الامل وقالت خلاص طالما ان انا مش جايب نتيجه على الحبايه يبقى انا كده معليش اي حل ومش عايز اعمل عمليه، يا اما ان انا خايف من فكره التدخل الجراحي رغم بساطته او ان انا خايف من التكلفه بتاعته. الحقن الموضعي انقذ الناس دي، لان احنا بنتكلم على وسيله سهله فعاله وتقريبا التكلفه بتاعتها تشبه بالظبط تكلفه العلاج الدوائي العادي. فالحقن الموضعي انقذ ناس كتير، وعشان كده بنسميه القديم الجديد. هو كان زمان موجود قبل ظهور المنشطات، ومع فقدان الفعالية عند قطاع كبير من المرضى رجع تاني يبقى حل لهؤلاء المرضى. فالحقن الموضعي واحد من أهم الحلول اللي ممكن نلجأ لها في حال ضعف الاستجابة على المنشط الجنسي. لكن يبقى أن الحل النهائي والجذري واللي بيخلينا دايما نقول بقلب جامد يعني أن الضعف الجنسي مرض له حل هو وجود جراحات زرع دعامات القضيب، اللي هي الجراحات اللي بتشكل الحل النهائي اللي يخلي المريض يرجع له قوته الجنسية ويستأنف حياته الجنسية بكل نجاح. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة اللي بتسعدني جدا بحواره العلمي، بتسعدني بحوارك العلمي. أشكرك دكتور. وبدقة توصيفك الرائع جدا أستاذ الدكتور أحمد عادل، مدرس واستشاري أمراض الذكورة والعقم بكلية الطب قصر العيني، واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، وزميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية، صاحب الأداء العلمي الراقي جدا والمحدد جدا والواضح والأكاديمي جدا. خليكم دايما معنا. اي اجراء طبي بيعمله غير متخصص فيه او واحد مش فاهم هو بيعمل ايه غالبا هيعمل كارثه ومش هيعالج اي حاجه. لو اي ممثل عايزين يدوها دور ساحره شرير يعملوا فراغات بين السنان بالاسود، الكراون حاجه والفينير حاجه تانية خالص. ده ليه انديكيشن او ليه حالات لازم تتعمل فيها وده ليه حالات تتعمل فيها. اللي ما بيعرفش يفرق ده مشكلته. طيب اللي بيعمل ده مكان ده يا بيستسهل يا مش فاهم.